راجع حسابك، فالموعد يقترب. يوم القيامة. من زمان واحنا صغيرين كل ما نسمع سيرة يوم القيامة في رعب شديد جدا بيدخل جوه قلوبنا. افتكر شيخ كان كل ما يجي يخطب عن يوم القيامة يقول الجملة دي: راجع حسابك فالموعد يقترب. وانا خاف، وكان في حاجة جوايا بتقول انا رايح اقابل ربنا، ربنا اللي انتوا دايما بتقولوا لنا عليه رحيم وكريم ولطيف وغفور وشكور ودود وحاجات جميلة كده كتير، وبيغفر لكل العباد لو عادوا ولو تابوا. ليه اخاف وانا رايح له؟ النهارده يا صديقي اجهز علشان هتشوف معايا الوجه الاخر من يوم القيامه. يلا بينا. يوم القيامة يا حبيب قلب أخوك هيبقى يوم رائع بإذن الله، لما تطلع من تحت التراب كده تلاقي الملائكة واقفة في استقبالك. بسم الله الرحمن الرحيم. وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هيكون يوم رائع بإذن الله لما تمشي تصرخ في الناس زي المجنون وتقول بسم الله الرحمن الرحيم: هاء مقرأوا كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا. بصوا الكتاب بتاعي كله مغفرة وكله رحمة ازاي. هيكون يوم سعيد جدا بإذن الله لما تبص وراك كده يوم القيامة وتلاقي اللي وراك أحفادك وأولادك وذريتك كلها بسم الله الرحمن الرحيم: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتنا سعيد. والله يا صاحبي لما تبقى ماشي اخيرا وسط الناس اللي ربنا راضي عنهم، وسط الصالحين والصحابة والتابعين، ويكون في المقدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت متخيل؟ انا حاسس زي ما انا قلبي اشعر وجسمي اشعر دلوقتي، انت جسمك اشعر دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. هيكون يوم جميل جدا 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 كمان مرة لما الأول مرة تحس إنك ضيف مرغوب فيه، وتسمع الملائكة بتنادي عليك أنت مخصوص وبتقولك ادخل. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. صدقني والله ساعتها مش هتبقى قادر انك تخبي الفرحة اللي هتنط من وشك. انا حاسس بيك والله، ما انا هبقى زيك باذن الله. ربنا يا رب يجعلني وانت وكل المسلمين ويهدي كل الناس ونكون كلنا من الصنف ده، قولوا امين. وليه طبعا ما يكونش يوم جميل لما يبقى صاحبك وجارك واللي بتشوفه كل شويه وانت رايح وانت جاي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا ايوب وسيدنا نوح وسيدنا لوط وسيدنا يونس وسيدنا ابراهيم وسيدنا عيسى وكل الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا رب يا رب
اجعلنا منهم. والله شعور لا يوصف واحنا دلوقتي بنتخيل، فما بالك لما تبقى في الموقف ده. الله اكبر. حبيب قلب اخوك، استعد من دلوقتي كويس جدا لكل اللي احنا اتكلمنا فيه ده. صدقني مش كل الناس هتشوف اللي احنا اتكلمنا فيه ده. استعد علشان تكون من الناس اللي هتتكرم في حفل تكريم سرمدي تشهده البشرية كلها. كنا على العهد وواصل المسير، ولو رجلك زلت وانت بعيد دلوقتي استرجل وقوم وصحح مسارك وارجع لربك، علشان والله يا اخويا ما بقاش الا القليل. ادينا عمالين نشوف اللي بيموتوا هنا وهناك، كبار وصغيرين، والكل الموت مش سايب حد. فخلي بالك يا حبيب قلب اخوك. وكالعاده يا صديقي، اوعى تنسى اكتر خمسه بتحبهم من صحابك، ابعت لهم الفيديو ده او اعمل لهم منشن دلوقتي تحت في الكومنتات وقول لهم ها مش عايزين نكون مع الناس اللي البني ادم ده بيتكلم عنهم ولا ايه؟ لعل وعسى يا صديقي واحد فيهم او كلهم ربنا يكتر يعملوا بالكلام ده ويبقى في ميزان حسناتك. حبيبك النبي يصلي عليه بيقول الدال على الخير كفاعله. يلا يا صديقي اشوفك ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.